فلوس 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 يا ابن آدم يا اللي معاك الفلوس والجاه، عمرك فكرت الفلوس دي اسمها ايه بالانجليزي؟ يا ابن آدم ابن آدم ايه؟ هو ده يفهم حاجة؟ ده بطيخ. المصروف اللي بتديه لابنك اسمه allowance allowance allowance. اما بقى لو الفلوس دي على شكل مصروفات هتدفعها في مدرسة ولا في كورس ولا في جامعة ولا هم ما يتلم، اسمها fees fees fees. اما الاجرة اللي بتدفعها في المواصلات، الاجرة اسمها fare fare fare. داووا مرضاكم بالصدقات. لو عايز تتبرع يا مؤمن اتبرع في الايام اللي ما يعلم بيها الا رب الا ربنا. نص مليون جنيه اعتبرهم تبرع مني للمستشفى اللي انت فيها. حلوه الصيغه دي. التبرع بقى بالانجليزي اسمه دونيشن دونيشن دونيشن. اما الرشوه الرشوه ب 100,000 جنيه. ايه ده؟ انت جاي تشيني في مكتبي؟ الرشوه الرشوه اسمها برايب برايب برايب. الرشوة اسمها برايب. اما القرض اللي بتاخده من البنك، القرض اسمه لون لون. اما الفدية اللي بتدفعها لو لا قدر الله ابنك اتخطف اسمها رينسم رينسم رينسم. اما الاجرة اللي بتدفع للعامل اللي بشغال باليومية اسمها ويج ويج ويج. اما المرتب اللي بيخلص من نص الشهر اسمه سالري سالري سالري. الدين لما يكون واحد عليه دين، دين صغير في رقبتك فانا ال 15 جنيه عليك، اسمه ديت. البي هنا ما بتنطقش سايلنت. ديت الدين الدين اللي عليك اسمه ديت ديت. اما الغرامه اسمها فاين. الغرامه اسمها فاين فاين. اما العموله 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 اسمها كوميشن كوميشن كوميشن. اما الاكراميه او البقشيش اسمه تيب، والجمع بتاعه اسمه تيبس. الاكراميه تيب او تيبس. اما النفقه للمطلقه، المطلقه اللي ما تتسماش، اسمها ايه النفقه بتاعه المطلقه؟ اليموني اليموني اليموني. اما المعاش لما الواحد بيخلص بقى ويعني بيبقى عنده 60 سنه وبيتقاعد على سن المعاش، المعاش بتاعه ده اسمه بينشن بينشن. المعاش بينشن. وبكده أعزائي المشاهدين السادة المشاهدين يكون خلصنا حلقتنا على باشا عدم المؤاخذة. الفلوس مش اسمها راني. بعد الفيديو ده كله وبعد اللي انا قلته تقول لي من قال العوض منه العوض. الماني حضرتك ده الاصل بتاع الفلوس، وقلنا بكل اشكال الفلوس. اعزائي السادة المشاهدين ما تنساش السبسكرايب والاشتراك في القناة وفولو ولايك. ولو عندك اشكال تانية للفلوس ياريت تكتبها لنا في الكومنت سيكشن. كان معكم دكتور احمد حمد عبد الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.